الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى خلق الجن عالما مستقلا، وكلفنا الله تبارك وتعالى بالإيمان بالغيب، ومن الغيب الذي لم تره الأعين هذا العالم إلا ما كشفه الله تبارك وتعالى لبعض خلقه منه. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما رأى، وقص علينا ما شاهده، وسخر الله تبارك وتعالى من عوالم الجن ما سخر لنبيه سليمان عليه السلام. وهذا العالم عالم أحاطت به كثير من الخرافات والأوهام، ودخل الناس فيه بالخيالات وبالقصص الذي لا حقيقة له. والمسلم ينبغي عليه أن يبحث عما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمثال هذه الأمور، لأن هنالك أحكاما تنبني على تلك المعرفة وعلى ذلك الاعتقاد. الجن سموا جنا لاستثارهم واختفائهم، كما سمي المجن وهو الترس والدرع الذي يجعله المحارب على صدره فيخفي جسده حتى لا تناله الرماح ولا تصل إليه السيوف، سمي مجنا. وسمي الجنين جنينا لأنه يستره الرحم ويغيبه البطن في طبقاته فلا يرى، وكذلك سمي المجنون مجنونا لأن عقله مستتر، استتر عقله واختفى وراء هذا الانفلات الذي أتى به الجنون. خلق الله تبارك وتعالى الجان من مارج من نار، فبين لنا الله تبارك وتعالى أن الإنسان خلق مما تعلمون، بدأ خلق آدم من التراب، وخلق الله تبارك وتعالى الجن في أول الخلق، خلقهم الله تبارك وتعالى من مارج من نار، والمارج من النار يعني طرف اللهب، أو هو من خالص ذلك اللهب وأحسنه، أو هو من ذلك الدخان الذي يكون مختلطا مع النار، فمنهما معا خلق الله تبارك وتعالى الجان. وخلق الله تبارك وتعالى الملائكة من النور، وخلق آدم مما وصف لكم، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلق الله تبارك وتعالى الجان قبل الإنسان، حتى إن العلماء يقولون إن الملائكة لما قال الله تبارك وتعالى لهم إني خالق بشرا من طين، وأخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا لله تبارك وتعالى: غير معترضين، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال العلماء: ومن أين علم الملائكة أن آدم وذرية آدم إذا ما كانوا في الأرض سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ كيف يقول الملائكة هذا الكلام قبل خلق آدم؟ فبعض أهل العلم قالوا: لعل الله تبارك وتعالى أطلعهم على علم ذلك في اللوح المحفوظ. وقال بعض العلماء إنهم قاسوا حال الخلق الذي سيأتي على حال الخلق الذي كان، وهم الجن، إذ أسكنهم الله تبارك وتعالى الأرض قبل آدم، قبل أن يخلق الإنسان، فعاشوا في الأرض فسادا، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحار، واقتادوا وأخذوا إبليس أسيرا. فالعلماء يقولون: لعلهم قاسوا الخلقة التي ستأتي وهي الإنسان على الخلقة التي كانت وهي الجن، فقالوا ما قال. فإذا الله تبارك وتعالى خلق الجان قبل خلق الإنسان، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من قبل خلق الإنسان. وأما صفة خلق الجن فإن الله تبارك وتعالى صرح لنا في القرآن العظيم بأن للجن قلوبا، وأن للجن أعينا وآذانا، وأن للشيطان صوتا،
وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أن الجن يأكلون وأنهم يشربون وأنهم يضحكون وأن للشيطان لسانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجني إذا ما ذكر بإطلاق من غير ما وصف فهو جني، فأما إذا كان ممن يسكن البيوت مع الناس، يعني إذا كان الجني ممن يسكن البيوت مع الناس فهو عامر، والجمع عمار، عمار المنازل، يعني الجن الذين يسكنون مع الإنس في بيوتهم. فإذا كان الجني مما يعرض للصبيان فهي أرواح، وإذا خبث وتعرض للإنسان، إذا خبث الجني وتعرض للإنسان فهو شيطان، فإذا زاد على ذلك وعتى فهو مارد، وإذا ما زاد على ذلك وقوي فهو عفريت، والجمع عفاريت. فهذه كما ترى تصف الجن في مراحل إيذائهم وفي مراحل خلقهم وفي تعرضهم للإنس في حيواتهم، وكل ذلك مما يأتي وصفه بذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى ذكر الجن قال عفريت من الجن، فهذا عفريت، وذكر الله تبارك وتعالى الشيطان، وذكر الله تبارك وتعالى الشيطان المارد في القرآن العظيم. فهذه الأوصاف عندما تكون فاهما لحقيقتها وتمر عليك في كتاب الله تبارك وتعالى تجعلها على مدلولها الذي أراده الله رب العالمين بذكره إياها في القرآن العظيم. لا مجال للتكذيب بعالم الجن، فإن الله تبارك وتعالى ذكر لنا ذلك في كتابه، وذكره لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وأيضا هذا معلوم من الدين بالضرورة، فلا يكذب به إلا من كان جاحدا لدين الإسلام كافرا به. وكذلك المشاهدة والرؤية، فكثير من الناس شاهد بعض المشاهدات التي تتعلق بالجن وإن كانوا لا يعرفون ذلك أحيانا، ولكنه في النهاية مما شوهد ومما رأته الأعين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض المخلوقات ترى الجان، فإن الديكة إذا ما صاحت فقد رأت ملكا، وأما الكلاب والحمير فإذا نبحت أو نهقت فإنها تكون حينئذ قد رأت شيطانا. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا نباح الكلاب أو نهيق الحمير فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون، يعني بذلك الكلاب والحمير فإنهن يرون ما لا ترون. الجن ليسوا من الملائكة، والله تبارك وتعالى ذكر الشيطان في كتابه العظيم، وأخبر الله رب العالمين أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فالشيطان ليس من الملائكة. وإذا نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى ومرت عليك الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس، فيقول القائل استثنى الله تبارك وتعالى إبليس من الملائكة فقد كان من الملائكة، وهذا خطأ، لأن هذا يسمى عند العلماء الاستثناء المنقطع، يعني الذي يأتي بعد إلا التي تستثني، يعني تقول مثلا أخرجت مالي كله صدقة إلا جنيه، أخرجت مالي صدقة إلا جنيه، تستثني الجنيه من المال الذي كان عندك فأخرجته صدقة، فهذا استثناء. الذي يأتي بعد إلا تستثنيه، يعني تخرجه تبعده عن المذكور قبله، غير أنه ليس بالضرورة أن يكون ما بعدها داخل فيما قبله، كما يقول الناس انطلق القوم إلا حمارا وذهب الناس إلا كلبا، فالكلب ليس من الناس وكذلك الحمار ليس من القوم، فما بعد إلا هنا ليس بداخل فيما قبله، فالمستثنى غير داخل في المستثنى منه، يقال هذا الاستثناء المنقطع. وإذ قلنا للملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، فاستثنى إبليس، هل استثنى إبليس
إبليس من الملائكة على اعتبار أنه كان من الملائكة، أم هذا كقولك انطلق الناس إلا حمارا؟ فالحمار ليس من الناس، وكذلك إبليس ليس من الملائكة. فلم يكن الشيطان يوما من الملائكة المقربين، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى من مارج من نار كما خلق الجن فهو منهم. وقد صرح القرآن بذلك بفضل الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس كان من الجن. فهذا صريح في أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن. الشيطان هل هو أصل الجن؟ يعني بدأ خلق الجن بالشيطان الرجيم ثم أتى بعد ذلك منه الجن، أم أنه واحد منهم؟ ليست هناك نصوص صريحة في هذا الأمر، يعني هل الشيطان أصل الجن أو واحد منهم؟ هذا لم تأتي به نصوص من الكتاب ولا من السنة. وإن كان أنه واحد من الجن، يعني الشيطان واحد من الجن، هذا هو الأقوى والأظهر، يعني هذا الرأي هو الأقوى. لما؟ لقول الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن، فواحد منه، فإذا كان الجن موجودين. ثم الله تبارك وتعالى جعل منهم هذا المتميز بذاته بشره وفحشه وفجره وكفره، وهو الشيطان، فهو واحد من الجن كما صرح القرآن: إلا إبليس كان من الجن، فهو واحد من الجن، وليس هو بأصل الجن. الشيطان قبيح الصورة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الطلع مثل طلع النخل، وذلك الذي يصير بعد ذلك تلك العراجين، والعرجون مثل الصباطة. فهو عندما يكون في غلافه يسمى طلعا، ثم يتفتح ويحدث التلقيح، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من ذلك النمو حتى تأتي الثمر. هذا الطلع يقول الله تبارك وتعالى في شجرة الزقوم وفي وصفها: أعاذنا الله تبارك وتعالى من النار أجمعين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في سوائه. ومعلوم أن الجحيم فيه من أودية الغسلين، وفيه ما فيه من القيح، وفيه ما فيه من الصديد، وفيه ما فيه من تلك العصارات التي تخرج من أجساد أهل النار ومن فروج المومسات وغير ذلك مما أخبر عنه سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشجرة غذاؤها من أصل الجحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها هذا الثمر الذي ترى كأنه رؤوس الشياطين. هذا التشبيه، أنت دائما عندما تشبه شيء بشيء، تشبه شيئا بشيء، تقول مثلا فلان مثل الأسد، فلان كالأسد. الأصل أن تكون الصفة التي تريد أن تثبتها للمشبه أقوى وأوضح وأظهر في المشبه به. يعني أنت تريد أن تقول إن فلان شجاع، تقول إن فلانا من أهل الشجاعة، فتأتي بشيء تظهر فيه الشجاعة كالأسد، فتقول فلان كالأسد، سواء سكت أم أتيت بوجه الشبه فتقول فلان كالأسد في الشجاعة. إذن الشجاعة ظاهرة في الأسد الذي تشبه به. هنا القبح يريد الله تبارك وتعالى أن يثبته للطلع، للطلع الذي هو في شجرة الزقوم. فأتى الله تبارك وتعالى بشيء لم يره الناس، يعني طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهل رأيت أنت رؤوس الشياطين؟ ولكن استقر في نفسك أن رؤوس الشياطين وأن الشيطان أشد المخلوقات قبحا، فيكفي أن يقول لك الله تبارك وتعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لتعلم أن هذا الطلع من أقبح ما يكون في المنظر ومن أكره ما يكون في العين. يكفي أن يقول إنه كرؤوس الشياطين، فمعلوم قبح الشيطان الرجيم. والشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له قرنان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا، يعني لا تنتظروا منتظرين بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها،
فإنها تطلع بقرني شيطان، يعني الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار من دون الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وحينئذ يسجد لها عبدة الشيطان ويسجد لها المشركون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن بأنه تطلع الشمس وتغرب بين قرني الشيطان، فللشيطان قرنان فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجن يأكلون ويشربون ويتناسلون، يأكلون ويشربون ويتناسلون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه أبو هريرة مرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يأتيه بأحجار ليستجمر بها، يقضي حاجته ويريد أن يستجمر ببعض الأحجار، فأمر أبا هريرة أن يأتيه بأحجار ليستجمر بها. قال: ولا تأتيني بعظم ولا روثة، لا تأتي بروثة ولا عظم. فسأل أبو هريرة رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر النهي عن العظم والروثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيرين ونعم الجن. مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوني الزاد، فدعوت الله تبارك وتعالى لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. فهذا العظم الذي تأكله، تأكل ما عليه من اللحم ثم ترميه، إن كنت قد ذكرت الله تبارك وتعالى على هذا العظم يعود أوفر ما يكون لحما يأكله الجن المؤمنون. وأما الجن الكافرون والشياطين فإنهم يأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه، لا يأكلون ما ذكر اسم الله عليه، وإنما يأكلون العظم الذي لم يذكر على ذبيحته ولا على أكله اسم الله جل وعلا. وأما الروث النجس وكذلك البعر الذي يكون من البعران من الجمال، فهذه تعود أوفر ما تكون علفا لدوابهم، إذا لهم دواب وهم يأكلون ويشربون ويركبون لأن لهم دواب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وهذا يمكن أن يكون في بعض الأذى، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الاستنجاء لأن هذا طعام الجن، فإذا آذيته في طعامه ربما آذاك، يعني هو هذا العظام تعود أوفر ما تكون لحم، فإذا جاء إنسان فأتى بهذه العظام وجعلها على الغائط وعلى البراز فإنه يكون قد آذى الجنية في طعامه فربما آذاك. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، نيران الجن. انطلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأراهم آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، يقول للجن أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما، أي العظام والروث، طعام إخوانكم من الجن. وأيضا لأن الروث رجس كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. ومن المثالب ومن العيوب التي أتت بها المدنية الغربية
أنهم يستخدمون في طعامهم، وتبعهم المسلمون في ذلك يستخدمون الشوكة والسكين. الإنسان لا يستطيع أن يقطع بيده اليسرى قطعا صحيحا، تحتاج إلى مجهود، وأما التناول باليد اليسرى فأيسر أسهل، فتكون الشوكة التي يتناول بها الطعام في يده اليسرى، وأما السكين التي يقطع بها ففي يده اليمنى، فيأخذ السكين بيده اليمنى ويقطع بها ثم يتناول ويأكل بيده اليسرى، لأنها مدنية غير مبنية على عقيدة صحيحة. فإذا أردت أن تعدل هذا ستأتي بعملية معقدة، تتناول السكين بيدك اليمنى فتقطع، ثم تضع السكين، ثم تتناول الشوكة بيدك اليمنى، ثم تأكل تتناول. فإذا أردت القطع جعلت الشوكة جانبا وأخذت السكين مرة أخرى. وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما حتى مع إخواننا من الفلاحين، لو أنك عاصرت ذلك الزمان السعيد منذ بضع عشرات من السنين، لو جلست معهم في الحقل يشربون الشاي مثلا، وناولك واحد منهم كوبا من الشاي فأخذته بشمالك تشرب بشمالك، يلتفت إليك مندهشا ويقول: هو أنت خواجة؟ لأن الخواجة يشرب بشماله يأكل بشمالك الشياطين، هؤلاء الشياطين. وأما المسلمون فإن النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شيء آخر، أن الإسلام هو دين النظافة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليد اليمنى للطعام والشراب والمصافحة وتناول الأشياء، والتناول أيضا لا يكون باليسرى، لا يكون بالشمال، فإن الشيطان أيضا يناول بشمال، وأما المسلم فإنه يناول بيمينه أخذا وعطاء. فهؤلاء عندما يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكونون أنظف الخلق، لأن اليد اليسرى تكون لمباشرة النجاسات وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن يمس المرء عورته بيمينه، وأن يجعل يمينه هذه لطعامه وشرابه ومصافحته، وأما اليسرى فلذلك النجو للاستنجاء وما أشبه من تلك الأشياء. فلو أن الناس أخذوا بمثل هذا لقلت الأمراض فيهم قلة كثيرة بفضل الله رب العالمين، لأن التهاب الكبد الوبائي وما أشبه من تلك العلل التي تنتقل عن طريق أمثال تلك الأمور بالتناول ومباشرة النجاسات وما أشبه، لو أن الناس التزموا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان أمرا حسنا عظيما جميلا، وكذا كل شأن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخول، الناس يدخلون، كثير من الناس يدخلون كما تدخل البهائم الحضارة، والله لا أدري لعل للبهائم ذكرا، فإن البهائم مسبحة، فلعلها إذا دخلت حضائرها سبحت: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلعل لها ذكرا عند دخول الحضائر والخروج منها لا نعلمه، ولكن الناس يدخلون بيوتهم ويخرجون من بيوتهم لا يذكرون الله تبارك وتعالى إلا قليلا. وانظر إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني هذا البيت محرم عليكم المبيت فيه، ومحرم عليكم تناول طعام العشاء فيه. فيخرجون، يأخذ إخوانه من الجن من الشياطين ويخرجون. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الذي يدخل فما تدخل البهيمة حضيرتها من غير ما ذكر، ويجلس إلى الطعام يتناوله بلا ذكر، أصاب الشيطان عنده مبيتا وعشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل البيت فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ويشكو الناس من قلة البركة، أنتم تطعمون الشياطين وتؤونهم في بيوتكم، فلماذا تشتكون إذن من قلة البركة؟
وكذلك إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم على أهله لم تكن هنالك بركة، وإنما إذا دخلت وإذا دخلت فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهلك. يعني إذا دخل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ذكر الدخول إلى البيت، فإن ذلك يكون بركة عليه وعلى أهله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإنس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه من اللحوم، فكذلك الجن المؤمنون جعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما كل عظم ذكر اسم الله عليه، ولم يبح لهم متروك التسميع، ويبقى متروك التسميع للشياطين وكفرة الجن، فإن الشياطين يستحلون الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله. ولأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشياطين لأنه لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه وعلموا الناس، وهذا عمر رضوان الله عليه في كتابه الذي أرسله إلى عبد الله بن يزيد يقول: أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد. المسكر إذا ما نشى فإنه حينئذ يكون للشيطان فيه نصيب، فإن المسكر شراب الشيطان، الشيطان يشرب الخمر، يأكل الميتة، يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما المؤمنون من أهل النظافة ومن أهل الاحترام لما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيلتزمون أمثال هذه الأمور. هل يتزاوج الجن؟ سئل بعض أهل العلم فقيل له: هل يتزاوج الجن وهل تزوج الشيطان؟ فقال: هذا عرس لم أشهده. قال: هذا عرس لم أشهد، يعني هل تزوج أم لم يتزوج؟ إن كان تزوج فلم يرسل أحد إلي دعوة، فهذا عرس لم أشهد. قال: ثم تفكرت في قول الله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قال: فعلمت أنه لا تكون ذرية من غير نكاح ومن غير زواج ومن غير تناسب. وإذا فالله تبارك وتعالى نص في القرآن العظيم على أن الشيطان له ذرية، والذرية لا تكون إلا من بعد زواج. فإذا الجن يتكاثرون يتناسلون، وكذلك يأكلون ويشربون ويضحكون، وأخبر الله تبارك وتعالى أن لهم قلوبا وأن لهم أعينا وأن لهم آذانا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للشيطان لسانا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه عندما تقدم للصلاة وجاء الشيطان بمادج من نار وأراد أن يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فبعدته، يعني فخنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للشيطان لسانا وأن له لعابا. هذه الأشياء عندما تتأمل فيها تقول: كيف ذلك؟ ذلك من خلق الله تبارك وتعالى الذي لا يعلمه إلا هو. وهل الإنسان لا يؤمن بالشيء إلا إذا رآه بعيني رأسه؟ أنت تؤمن بأن لك مخا وأن لك كبدا مع أنك لم ترى، فالإنسان إذا لم يؤمن إلا بما يراه فعليه أن ينكر عقله، وعليه أن ينكر مخه، وعليه أن ينكر أحشائه، لأنه لم يرى ذلك. شيء آخر أن الله تبارك وتعالى جعل من المخلوقات اللطيفة في أصل تكوينها أشياء لا يمكن بحال من الأحوال أن يراها الإنسان. وشيء آخر يقول لك قائل من المكذبين: الشيطان مخلوق من نار، وما واحد منا إلا وله شيطان له قريب، وإذا فلو عددت الآن الحضور فوجدتهم كذا ومع كل واحد منهم شيطان سوى الشياطين المتطوعين الذين يريدون أن يضلوا الخلق أجمعين، فسيكون عدد كبير. طب هذا العدد الكبير مخلوق من النار، فلماذا لا ترتفع درجة الحرارة في المكان إلى فوق 100 فهرنهايت مثلا؟ الأمر سهل جدا، الله تبارك وتعالى
بين لنا في القرآن أنه ابتدأ خلق الإنسان من طين. ولكن هل أنت الآن طين؟ بدء الخلق الإنساني كان من طين، وكذلك بدء الخلق للجن والشياطين كان من النيران، من النار، كما أخبر الله تبارك وتعالى. فالإنسان مخلوق في بدء خلقه في أصله من الطين، ولكن أتى الخلق بعد ذلك متسلسلا مما تعلمون. الجان في أصل الخلقة من النار، ثم بعد ذلك يتناسلون يتكاثرون على صورة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. تأتي مسألة أخرى، يقول لك إذا كان الشيطان من النار فكيف يدخل النار ويعذب بالنار؟ هذا أمر سهل جدا، أنت من الطين أليس كذلك؟ بلى أنت من الطين. الآن نأتي بقدر من التراب ونضع عليه بعض الماء وننتظر حتى يصير قالبا، قالبا من الطين الجاف، ثم فلنحرقه حتى يعود قالبا من الطوب الأحمر الآجر. هذا طين أم ليس بطين؟ طين. ثم نأتي إلى رأس المكذب ونقول له أنت مخلوق من الطين وهذا هو طين، هل يمكن أن تعذب بالطين أم لا؟ فإذا ما ضحضحنا رأسه بقالب مصنوع من الطين فلابد أن يؤذيه ذات شيء آخر. الإنسان مخلوق من التراب، سنحفر حفرة كبيرة في التراب ثم نجعل فيها الإنسان ونردم عليه بالتراب، يعذب بالتراب أم لا يعذب بالتراب؟ يعذب بالتراب، بل نأتي بالتراب ونجعل هذا التراب في فمه وأنفه، هيعذب بالتراب أم لا يعذب بالتراب؟ فكذلك الشيطان هو في أصله من النار، تقول كيف يعذب بالنار؟ كما يعذب الإنسان وهو مخلوق من الطين بالطين، وهو مخلوق من التراب بالتراب. هذا أمر سهل، ومعرفتنا بأمثال هذه الأمور تزيدنا يقينا على الله الذي خلق الخلق وسواه وبرأه، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بالصدق والحق عن ربه، وتزيدنا إيمانا بدين الإسلام العظيم الذي هو الحكمة كلها والرحمة كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.